أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ذكرنا أيها الإخوة أن الآية اشتملت على الرد على المشركين في إبطال اعتقادهم ومعبوداتهم، ثم خاطبهم الله عز وجل في آيات سبقت هذه الآية في إثبات أن القرآن حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به. في هذه الآية هي استقصاء في الرد عليهم إبطالا لتعللاتهم في إعراضهم. هذه الآية هي في معاجزة النبي صلى الله عليه وسلم باستعجالهم بالعذاب، فهم استعجلوا العذاب ليكون آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في زعمهم صادق، وهو صلى الله عليه وسلم صادق بأمر الله عز وجل. وهذا وارد في القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وغيرها من الآيات. قال الله: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ولولا أجل مسمى، أي مكتوب عند الله عز وجل بأن هذا العذاب لا يقع إلا بأمره، في موعد محدود مسمى عند الله عز وجل لجاءهم. قال: ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ما الفرق بين الاستعجالين؟ هم استعجلوا مرتين، فما الفرق بينهما؟ نعم، سنت. الأول استعجال العذاب الدنيوي، والآخر استعجال العذاب الأخروي. فلذلك استعجلوا مرتين فأنذروا بعذابين، أحدهما أعجل من الآخر. أنذروا بعذابين أحدهما أعجل من الآخر. فكأن الآية الأولى في استعجالهم بعذاب الدنيوي وهو الهلاك الذي أنذر به بذكر الأمم السابقة وما أخبر الله عنهم أن الله أهلكهم، ومنهم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان والأمم السابقة أيضا، قوم نوح وإبراهيم ولوط. فكأنهم قالوا: إن كنت صادقا أن الله سيهلكنا كما أهلكهم فأت بالعذاب. قال الله: ولولا أجل مسمى، أي أن الله عز وجل جعل لهم مهلة وأمهلهم ولم يعاجلهم بالعذاب. ولا يأتينهم بغتة، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما آتاهم الله به بغتة في إهلاكهم، وخاصة صناديدهم في غزوة بدر. إذن هذه الآية هي الآية الثالثة التي تشير إلى غزوة بدر وغيرها من الغزوات. نحن طلبنا منكم أن تأتوننا بالآيات، ست آيات
في سورة العنكبوت والروم مما يشير تشير إلى غزوة بدر، الذي يعرفها يكتبها ويعطينا يسلمها لي الآن. ذكرنا ثلاثا منها وبقي ثلاث. قال وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أو لا يتوقعون ذلك، يتوقعون ذلك. ولا شك أن ما أصابهم في بدر كان بغتة لهم، إذ لم يكونوا يتوقعون أبدا أن يكون ذلك واقع عليهم، إذ قد آتوا بكل ما لديهم وعندهم من العدة والعتاد، وكانوا ثلاثة أضعاف المسلمين، ومع ذلك هزمهم الله وخذلهم وأهلكهم وقتل طواغيتهم. ثم قال الله يستعجلونك بالعذاب، أي الأخروي، أي الأخروي. قال وإن، ولذلك قال بعدها وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومعنى قوله وإن جهنم لمحيطة للدلالة على عدم انفلاتهم منها، فهي محيطة بهم من كل جانب، يصيبهم لهبها وعذابها من كل جانب، ويدل أيضا على أنها أحيطة بهم لا يستطيعون الانفلات منها، وذلك دليل على شدة عقابهم وعذابهم فيها عياذا بالله. قال الله في وصف عذابهم مبالغة في ذلك وترهيبا وتخويفا من عذاب الأخروي، قال الله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. والغشيان الغشاء هو الغطاء، أي أن العذاب يغطيهم من فوقهم، اللهب لهب جهنم ونارها عياذا بالله يغطيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فليس لهم قرار. ما أعظم هذا العذاب أيها الإخوة، أن الإنسان ليس له قرار في جهنم عياذا بالله، ليس للكافر المعذب قرار يقره ولا يجلس، بل العذاب يلتهب من تحته ومن فوقه. وهذا يبين أن عذاب جهنم عظيم ليس كعذاب الدنيا، عذاب الدنيا قد يأتيه من جانب، لكن عذاب الآخرة يأتيه من كل جانب عياذا بالله. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والتكذيب بالله وبرسوله وكتبه وآياته. هنا انتهى السياق في مخاطبتهم، أو أنه انتقل من خطابهم إلى خطاب المؤمنين، فقال الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية أيها الإخوة تشير إلى أمر مقصود في السورة وغرضها، ما هو؟ نعم أحسنت، تشير إلى الأمر بالهجرة، تشير إلى الأمر بالهجرة، كأن الله عز وجل لما أيس المؤمنين من الكافرين واستعجلوا العذاب وحق لهم بذلك، حق لهم بذلك العذاب، كأن الله تعالى قال اخرجوا عنهم، فإنهم قد استحقوا العذاب وقد انتهى أمرهم وحان عذابهم. فقال الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي أيضا إن كنتم قد وجدتم من البلاء والمحنة والفتنة من في مكة ما منعكم من إقامة دين الله، وافتتنتم بسبب وجودكم بين أظهرهم، فإن أرضي واسعة فاعبدوني في أرضي الواسعة التي تتمكنون فيها. وهذه الآية أيها الأخوة دليل على أنه يشرع للإنسان أن يهاجر بدينه عن الأرض التي لا يستطيع أن يعبد الله تعالى فيها، وأن يبحث عن أرض يتمكن فيها من عبادة الله سبحانه وتعالى.
فقوله إن أرضي واسعة يبين أن الأرض لله كلها موضع العبادة، فما وجدت فيها من موضع تستطيع أن تتمكن فيه من عبادة الله فهو موضع يقر لك فيه القرار لإقامة دين الله عز وجل. وفي هذا ما يشير أيها الإخوة إلى مشروعية نشر دين الله عز وجل في الأرض التي هي أرض الله تعالى، وإقامة دينه وعبادته، وأن الإنسان ينبغي أن ينتقل من بلد إلى بلد في الدعوة إلى الله ونشرها ليقيم فيها الدعوة وأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تشير هذه الآية إلى ماذا؟ كل نفس ذائقة الموت في سياق الآية قبلها. نعم، هذا معنى. المعنى الأول أن من خاف من هجرته أنه يهلك، ليس له مأوى وليس له رزق وليس له بلد يأويه ويخشى الهلاك، فكل نفس ذائقة الموت في أي مكان كان. قد يمنع الإنسان من هجرته أنه لا يجد سبيلا إلى العيش، قد يهلك بسبب هجرته. فالله تعالى يبين أن الموت صائر كائن لا محالة، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وفي معنى آخر هو أنهم في سبيل فتنتهم في دين الله إن منعوا من الهجرة ولم يستطيعوا وعذبوا حتى هددوا بالموت فليصبروا وإن هددوا بالموت، يصبروا على دينهم وإن كان ذلك على حساب أنفسهم وأرواحهم. فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالله تعالى يبين لعباده هنا أنهم إن كان لكم سبيل فهاجروا، وإن لم يكن لكم سبيل فابقوا، وإن كان على حساب أرواحكم على دين الله تعالى ابقوا على دين الله وإن كان ذلك على حساب أرواحكم. فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فتجدون جزاء أعمالكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هذه الآية تبين مقام المؤمنين وجزائهم في مقابل جزاء الكافرين، فإنه ذكر في الآيات قبلها يوم يغشاهم العذاب من فوقهم عذاب الكافرين، فذكر هنا نعيم المؤمنين وأنهم يبوئهم الله من الجنة غرفا، أولئك يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهؤلاء يبوؤون من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. فهذا فيه تطمين لهم بأنكم بالإيمان والصبر واليقين فإن على ما أنتم عليه في أي مكان كنتم فاصبروا، وإن كان ذلك فيه ضيق عليكم فإن الله سيوسع لكم مقامكم في الآخرة وسيبوئكم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. هذا لا شك أنه يطمئن النفوس المؤمنة مهما كانت عليه من الضيق والضنك وضعف ضعف العيش، فإن الله عز وجل سيكرمهم بها في الجنة نعيما وافرا. ولهذا قال: نعم أجر العاملين، أي الذين عملوا الصالحات وابتغوا فضل الله عز وجل فنعم أجرهم. ثم قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبروا على ما أوذوا به أوذوا عليه في فتنتهم من دينهم، وتوكلوا على الله تعالى في ذلك واعتمدوا عليه وإن كان ذلك على حساب أموالهم وديارهم وفقدوا ما فقدوا من ذلك من أجل دينهم. فإن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعدها: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني وإن انقطع رزقكم بسبب تمسككم بالدين فإن الله قد ضمن لكم الرزق وكتبه لكم.
وكأي من دابة، فهذه سنته في الخلق، ما من دابة إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. معنى لا تحمل رزقها، إيش معنى لا تحمل رزقها؟ يعني لا تتحمل وتتكلف في رزقها، فالله يرزقها من غير تكلف ولا تحمل، لا تحمل همه، فالله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالله سبحانه وتعالى هنا يطمئنهم بأن رزقهم مضمون لهم، فليقيموا أمر الله وليصبروا عليه. قال الله وهو السميع العليم، أي سميع لأقوالكم ودعائكم والتجائكم بالله، وعليم بأحوالكم. قال في خطاب مع المشركين مرة أخرى، السورة أيها الأخوة فيها جدال مع المشركين لإبطال أمرهم وشأنهم ومعبوداتهم، حتى لا يكون لهم لا يبقى لهم مجال في المجادلة، ولا يبقى في نفوس المؤمنين شك في دينهم. فهنا جدال للمشركين وإقرار وإلزام لهم ببطلان شركهم من وجه آخر، وهو أنهم يلزمهم بالاعتراف بحسب بناء على اعترافهم بما يعترفون به، يلزمهم بالاعتراف بأن الله واحد وهو المستحق للعبادة. قال ولئن سألتهم، أي هؤلاء المشركين، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي أن يفترون على الله الكذب ويزعمون أن الأصنام لها من التصرف ما والنفع والضر، فيفترون على الله تعالى إفكا وإثما وزورا. فهذا إقرار إلزام لهم بأن الله خالق كل شيء فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، فأنى يؤفكون ويعبدون غيره. قال الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية هي موجهة للكافرين من جهة في إثبات أن الله هو الرزاق وهم يقرون بذلك، فكيف تعبدون غيره؟ فهو إلزام بما التزموا به من الإقرار، أنه إذا كنتم تعتقدون أن الله هو الرزاق فلماذا تعبدون غيره؟ وهي أيضا خطاب للمؤمنين من جهة أنه قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتوكلوا عليه واعتصموا به وتمسكوا بدينه فإن الله يرزقكم. قال لمن يشاء من عباده ويقدر له، في هذه الآية زيادة عن غيرها بقوله من عباده ويقدر له، كأن فيها تأكيد للمؤمنين بأن الله يرزقهم فهو المتصرف سبحانه وحده، المتصرف بالأحوال وحده، تضمين لهم، ضمان لهم وتأكيد، إن الله بكل شيء عليم، عليم بأحوال الكافرين في شركهم وضلالهم، وعليم بحال المؤمنين وصبرهم ويقينهم. قال في أيضا دليل آخر في إبطال اعتقادهم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، إقرار وإلزام أن الله هو الذي ينزل الغيث، وأتى بنعمة الغيث مع أنها داخلة في الرزق. لماذا؟ من يستطيع أن يستنبط وجه ذكر نزول الماء مع أنها داخلة في الرزق؟ أنها طيب، وأيضا أصل الرزق، وأيضا لا كيف حياة، أحسنت، فيها إشارة للبعث
الذي ينكرونه، ففيها إثبات دليلين عليهم. الدليل الأول إثبات أن الله هو الرزاق، فيجب يلزمكم أن تعترفوا بعبوديته وحده. الأمر الثاني إقرارهم بأن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو إقرار بقدرته، فيلزمهم الإقرار بإيش؟ بالبعث بعد الموت. ولذلك قال سبحانه وتعالى ليس في هذه الآية، في كثير من آيات القرآن إثبات ربط الإخراج وكذلك تخرجون بإحياء الأرض بعد موتها، فهو إلزام بدليلين عليهم. كأن هذه الآية تجمع الأمرين، الإيمان بالله وباليوم الآخر الذي هو أصل إنكارهم. أصل إنكارهم هو الإيمان بالكفر بالله وبوحدانيته وبالبعث بعد الموت. قال الله قل الحمد لله، ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه قد تبين الحق وانقطع سبيلهم في إقامة الحجة، فقد أبان لهم كل دليل، فهنا اعتراف وإقرار بالحمد لله الذي أتم نعمته بالبيان، بل أكثرهم لا يعقلون. مع هذه الأدلة والبينات والآيات البينات والدلائل الواضحات، إلا أنهم لا يعقلون ذلك، فيتفكرون فيها فيعون الحق ويعرفون أنهم على الباطل. ثم قال الله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، أي هذه الحياة التي يتعلقون بها ويظنون أنها هي حياتهم الباقية، وأنها هي عيشهم وبقاؤهم وسبب كفرهم وضلالهم، تعلقهم بها بزعماتها ورياستها ووجهاتها وأموالهم فيها من أسباب كفرهم ذلك. بين الله أن هذه الحياة ليست بشيء إلا لهو ولعب. ما الفرق بين اللهو واللعب؟ اللهو هو كل ما يشغل عن طاعة الله من الأموال والأولاد وغير ذلك، هذا اللهو، كل ما يشغل عن طاعة الله فهو لهو، يلتهي به عن ذكر الله وطاعته. واللعب هو ما غرضه المتعة ويعني الترف وغير ذلك، يعني غير اللهو. هو اللهو يدخل فيه الأموال والأهل الذين يشغلون، لكن اللعب هو ما قصده الترف، ترفه والتمتع بالألعاب ونحوها، فهي لعب يلعبون بها من حيث أنهم يظنون أنها هي متعتهم. قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة التي هي موضع الجزاء وموضع الخلود ومقام الخلود عند الله والبقاء الدائم لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والتعبير بالحيوان دون الحياة ما سره؟ ما الغرض منه؟ أحسنت، أي الحياة الحقيقية الكاملة، لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية التي يضمن فيها الإنسان عيشا هنيئا وبقاء خالدا. ففي التعبير هنا تأكيد لكمال هذه الحياة. الحياة الدنيا حياة لكنها ليست حياة كاملة، فلما أراد هنا أن يبين أن الحياة الآخرة هي الحياة الكاملة عبر عنها بالحيوان، أي التي فيها الحياة الكاملة التي يتوفر فيها النعيم الدائم والخلود الباقي. قال لو كانوا يعلمون، لكنهم لا يعلمون. لماذا؟ لأن قصرت عقولهم على حظوظهم الدنيوية،
وغفلوا عن ما عند الله عز وجل فكفروا وكذبوا. ولا لا يمكن أيها الأخوة للإنسان أن يعترف ويقر ويؤمن باليوم الآخر وما عند الله من الجزاء ويكفر. إذن إذا كان يكفر ويعلم أن عند الله الجزاء فإنما اعترف على نفسه أو أقر على نفسه بدخول النار واستحقاقها وعلم أنه خاسر من تلقاء نفسه. قال الله عز وجل في آية أخرى من آيات إقرارهم بعبودية الله وحده وربوبيته وحده وأنه المستحق سبحانه للعبادة وحده، قال فإذا ركبوا في الفلك ما هو حالهم؟ التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين. أليس هذا داع إلى أن يجعلوا دعوتهم لله تعالى وتوجههم إلى الله في كل شأن من شؤونهم ما داموا يعتقدون أن الله هو الذي ينجيهم دون سواه؟ فهذا إقرار وإلزام لهم، كأنهم قال كيف توحدون الله حين تركبون الفلك وتخشون الغرق والهلاك ولا تدعون سواه، إلا أن هذا إقرار منكم بأنه سبحانه هو المتصرف بالكون كله سبحانه وتعالى. فلما نجاهم إلى البر إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون أي يعودون إلى الشرك، ولذلك عبر بالمضارع يجددون الشرك، نسوا الله فأمنوا فعادوا إلى ما هم عليه لطمس عقولهم عن الحق والحقيقة إلا في حال الضرورة، وهذا لا شك دليل على جهلهم وما هم عليه من غباء وضعف إدراك للحقيقة. قال الله ليكفروا بما آتيناهم. ما الذي أتاهم الله من النعم ومكنهم من أمور الحياة كلها؟ فهذا كفر بنعمة الله. إذا كنت تعلم أن هذا مما أتاك الله ثم تكفر به وتصرفه في غير طاعة الله فهو كفر. ليكفروا بما آتيناهم، قال الله وليتمتعوا فسوف يعلمون. ما معنى وليتمتعوا؟ إما أن يكون المقصود وليتمتعوا بقصد أنهم قصدهم في ذلك ليتمتعوا، أو أن هذا تهديد من الله لهم في قوله وليتمتعوا فسيأتيهم العذاب فسوف يعلمون عاقبة ذلك بالعذاب الأليم. إما أن يكون أمر مضمن للتهديد والوعيد، وإما خبر عنهم أي ليتمتعوا بما أتاهم الله فسوف يعلمون جزاءهم عند الله. والثاني أولى، أنه وليتمتعوا أن المقصود كأمر مضمن للتهديد والوعيد لهم. قال الله عز وجل في أيضا إقرار عليهم بما منحهم الله من النعمة وصرفوها في غير ما صرفت له، قال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. أنا جعلنا حرما آمنا يعني أن الله سبحانه وتعالى مكنهم في بلادهم في بيته الحرام وجعلهم أهله وسدنته وجعل لهم مقاما في الناس وأمنهم فيه بعظمة هذا البيت وأمن الله عز وجل فيه أهله، ويتخطف الناس من حولهم. ما المقصود بالناس من حولهم؟ إما أن يكون المقصود ما سوى قريش وهي القبائل التي تتناطح بالحروب، أو المقصود أيضا ما وراء ذلك، يعني من حولهم ليس المقصود فقط الأقربين وإنما القرى الأخرى
والناس من حولهم يدخل فيه فارس والروم الذين يتقاتلون أو نحو ذلك. فهذه امتنان، هذا أيضا آية من آيات الله لهم تلزمهم بالاعتراف والشكر نعمة الله عز وجل بالإيمان به وتسخير بلده الحرام لعبادته، وكأن في هذا توبيخ لهم وتهديد كيف أن الله جعلكم سددة البيت وأمنكم فيه ثم تكونون سببا في الصد عن سبيل الله عز وجل وأذية الناس وفتنتهم عن دينهم. أفبالباطل يؤمنون، أي الباطل هنا الأصنام وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وما لا يرضي الله تعالى، فهو كله باطل. وبنعمة الله يكفرون. وما هي نعمة الله؟ أعظم نعمة الله هي الإيمان، وما هداهم إليه من الحق وبين لهم من الدلائل البينات وأنزل عليهم هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم نعمة، وأرسل لهم عليهم أو أرسل لهم رسولا هو خير رسله، والله إنها لنعمة ومع ذلك يكفرون بها. فحق لهم أن يكونوا أظلم الناس وأكثرهم شركا وكفرا بالله عز وجل وضلالا بهذا الكفر، فقد كفروا بآيات الله وكفروا برسله وكفروا بكتابه ثم كفروا بنعمه التي أنعمها عليهم، ومن أعظمها أن مكنهم في بيته الحرام الآمن. قال الله بعد ذلك في إثبات أنهم أظلم الناس وأشدهم كفرا: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن افترى على الله كذبا. وهؤلاء قد افتروا على الله كذبا باتخاذ هذه الأصنام آلهة من دون الله عز وجل، وزعموا أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفى، وكذبوا بما زعموا أو كذب بالحق لما جاءه. والحق المقصود به هنا هو القرآن وما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء. أليس هنا حكم عليهم باستحقاقهم للعذاب على هذا التكذيب؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والمثوى هو المستقر والمقام، فهم حق لهم أن يستقروا ويكون لهم مقام في جهنم عياذا بالله تعالى، أي أنهم أحق من يسكنها ويأوي إليها ويثوب إليها. ذلك أنهم كفروا وكذبوا وافتروا على الله كذبا وكذبوا بالحق لما جاءهم. ثم ختم الله عز وجل السورة بخير ختام، عودا على المؤمنين، كما ذكرنا أن السورة هي بين المؤمنين في مخاطبتهم تأنيسا لهم وتأييدا وحثا وتقوية لهم بالمجاهدة والصبر على ما يصيبهم، وبين مجادة الكافرين في توهين أمرهم وقطع حجتهم وإقامة الحجة عليهم. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أولا نتكلم عن الآية بمناسبتها لسياق السورة. فما مناسبتها لسياق السورة؟ ما مناسبتها لسياق السورة؟ نعم، يعني هي مخاطب خطاب للمجاهدين الأوائل المهاجرين الذين جاهدوا في الله من الصحابة رضوان الله عليهم، افتتنوا في دينهم فصبروا وصابروا وجاهدوا في ذات الله عز وجل، ثم وعدهم الله بأن يهديهم السبل. ما المقصود بهذه السبل؟ أمران. الأمر الأول هو قبل ذلك، هؤلاء المجاهدون في سبيل الله الذين جاهدوا في دين الله في مكة
وصبروا وصابروا. قال الله لنهدينهم سبلنا. قيل أن المقصود لنهدينهم سبل الهجرة، لنهدينهم سبل الهجرة إلى بلاد الله عز وجل التي يقيمون فيها دينه، فكأن هذا إشارة إلى الإذن مرة أخرى بالهجرة، أو وعد بأن ييسر الله لهم المقر والمكان والسبل بعد أمرهم. في الأول قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كأن الله أمرهم بالهجرة. هنا وعد بأن الله ييسر لهم السبل ويهيئ لهم الطريق، فهو تطمين لهم على في هجرتهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو معنى عام للصحابة وغيرهم، أن من جاهد في الله حق جهاده وصبر وأخذ بالعزم واليقين والثبات، فإنه سينال من الله فتحا وتوفيقا وهداية عظيمة. وهذه يا أخواني قاعدة في الحياة، اجعلها نصب عينك في حياتك كلها. إذا جاهدت في أي أمر، في سبيل العلم أو في سبيل التجارة الصالحة أو في سبيل تربية أبنائك أو في سبيل مجاهدة نفسك في ترك معاصي الله والمحرمات أو في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل والمصابرة في طريقها والأذى الذي يحصل لك وغير ذلك، المهم أن تكون جاهد فينا. لاحظ يا أخواني الكرام، شرطان إذا تحقق في هذا العمل فاعلم يقينا بلا شك ولا ريب أن طريقه فتح وتوفيق. ما هما الشرطان؟ شرط منك وأمر بينك وبين الله. أما الأمر الأول فهو المجاهدة، جاهد. والمجاهدة تعني المصابرة والبذل الجهد، بذل الجهد كله من أجل الثبات على ذلك والصبر عليه. الأمر الثاني أن يكون هذا الجهاد في الله عز وجل ولله، إقامة دينه أو الصبر على دينه. إذا تحقق هذان فإن الله أكد لك يقينا، قال لنهدينهم، اللام هنا مؤكدة للوعد، لنهدينهم سبلنا. ولماذا لم يقال سبلنا ولم يقل سبيلنا؟ لأن المقصود هنا أي طرق الخير، في أي طريق، في التربية أو في الدعوة أو في العمل أو في التجارة، فسبل الخير هنا متعددة، ليس المقصود بها سبيل الدين هو فقط بكونه واحد. إن هذا كما قال الله تعالى إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، المقصود بها طرق الخير في سبيل الله في دين الله تعالى. والله يا أخواني هذه الآية من أخذها أخذ بحظ وافر ووجد فتحا وتوفيقا من الله لا يمكن أن يصدقه ولا يمكن أن يتوقعه. المهم أن يجاهد ويصبر ولو سنين، كما صبر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما. المهم أن لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. المهم أن لا تنثني، لا تتراجع، اصبر واثبت وداوم على ما أنت عليه من الخير، ولا تقول بذلت كل شيء وما بقي شيء عندي، فإن ذلك يأس. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله للقوم الكافرون. في آخر السورة قال وإن الله قلّ مع المحسنين، وهذا يؤكد أن الجهاد المجاهدة فيها أيضا زيادة على ذلك إحسان وإتقان وبذل كل ما في وسعك من الطاقة لبلوغ مرضات ربك عز وجل على أكمل حال. فإنك إن جمعت بين هذه الأمور فقد وفقت لخير عظيم وفضل من الله وتوفيق وفتح قريب. وهذه الآية يكفي أنها واردة في شأن الهجرة، وأن الله سيفتح فيها للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما، وقد فتح لهم حتى مكن لهم دولة أقاموها. فإن كنت تريد أن يكون لك أمر وتمكين وفتح فجاهد في الله حق جهاده وصابر في أمر الدين وأمر العلم دعوة،
فإنك ستنال خيرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية، تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.